انا من صغري وانا بحب البحر جدا وبحب السباحه جدا، وكنت على طول متعود ان انا اروح البحر دايما. فلحد ما حصلت الحادثه بتاعتي وفقدت فيها نظري، وطبعا بعد الحادثه انا قلت كده الدنيا وقفت، فيعتبر راحت كل حاجه، المستقبل اللي انا كنت بانيه راح، احلامي راحت، كل حاجه راحت كنت مخطط لها. قلت لا كده مش هتقف، يا اما في ناس تانية برضو مولودين كده، وربنا اداني فرصه ان انا اشوف 16 سنه، فدي كانت حاجه حلوه بالنسبه لي ان انا شفت الدنيا كويس، وان انا ان شاء الله هقدر اوصل لحاجه. لحد ما قدمت في مدرسه مكفوفين ودخلت اولى ثانوي، والحمد لله عديت اولى وثانيه وثالثه الحمد لله على طول، ولحد ما دخلت جامعه. دخلت كليه اداب جامعه قناه السويس قسم لغات شرقيه، بعد كده رحت رعايه الشباب عشان اشوف الانشطه المتاحه اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه، فلقيت حاجات كتير متاحه منهم السباحه، فعشان انا بحب السباحه ودي الحاجه اللي انا هكون فيها كويس، فرحت جاي قلت لهم انا اقدم سباحه. لما انا قدمت سباحه في طبعا ناس شجعتني، وفي ناس قعدوا يتريقوا، وكان في حاجات سلبيه كتير وكان في حاجات ايجابيه، وكان في ناس بتشجعني، والحمد لله قدرت يعني اسكت ده كله، واثبت لهم ان انا موجوده وان انا اقدر احقق حاجه. هما طبعا في رعايه الشباب كلموني وقالوا لي في بطوله، البطوله دي اسمها اسبوع شباب الجامعات لتحدي الاعاقه، فقالوا لي انت معانا في السباحه. خلال تجهيز البطوله في ناس كتير قوي وقفت جنبي، زي اهلي طبعا، امي، اخويا، والدي، عماتي، عمامي، اهلي جميعا. طبعا كان في دعم كبير من الجامعه ومن الدكاتره بتوعي ومن كل اللي في رعايه الشباب، اللي قدمهولي ده يعني الحمد لله على الثقه بنفسي، والحمد لله خلاني اوصل لحاجه زي كده اللي هي بطوله جمهوريه في السباحه، وان شاء الله عندي امل ان انا اوصل بطوله عالم باذن الله. السباحه ما تختلفش كتير عن شايف او مش شايف، عشان اصلا وشك بيكون في الميه، هو بس ممكن تعطل بس في سنه وانت بتعوم، ممكن تيجي مثلا سنه يمين او سنه شمال، هي دي اللي ممكن تعطل، لكن واحده واحده مع التدريبات ومع ضبط الجسم والحركه اتظبطت الحمد لله، وبقيت باخدها ستريت. يوم البطوله احنا كنا 8 من على مستوى جامعات مصر، فكانت اول حاجه لعبناها الحره، فالحمد لله حققت فيها مركز اول. بعد كده دخلنا على العوم الظهر، والحمد لله برضه حققت مركز اول. وبعد ما فزت بالبطوله الحمد لله يعني حسيت بحاجه جميله جدا، وقد ايه انا رفعت راس بلد اسماعيليه وراس الجامعه، ورفعت برضه راس ذو احتياجات خاصه، عشان مش يفتكروا ان الحياه بتقف ويعرفوا اللي فيه ابطال من ذوي الاحتياجات الخاصه. انا نفسي يعني باذن الله اكون في تقدم دايما، يعني ما اخدش مثلا اول جمهوريه، لا نفسي برضه اوصل للعالميه كده. عايز اوصل رسالتي لاي حد، عايز اقول له اللي هو مفيش مستحيل، اللي هو يقدر يحقق كل حاجه طول ما عنده اراده وعزيمه.